دايما رأيي انه الناس بتوع موسم الترفيه دول عرفوا يسيبوا حاجة على الارض. يعني ايه يسيبوا حاجة على الارض؟ يعني مش مجرد اشياء تخلص وتمشي، في بنى. يعني البوليفارد ده بنى، البوليفارد وورلد ده بنى، السينمات اللي اتعملت دي بنى، النافورة العظيمة دي بنى، مدينة الملاهي الكبيرة الضخمة دي بنى. يعني هناك أشياء تم إنجازها على أرض الواقع. أما تروح الرياض كسايح تروح تلاقيها، واتعمل شيء ضخم عظيم اسمه البوليفارد هول. البوليفارد هول ده ملعب قانوني من بتوع الفيفا، مغطى ومغلق، والأرضية بتتحرك فيه بشكل إلكتروني، ياخد 26,000 متفرج غير البوكسات بتاعت الفي اي بي، فيهم 350 أو 400 نفر تانيين. وبيتم إنشاء هذا البنيان العظيم. من يومين، علشان برضو الناس اللي دايما بتتكلم طب وهل موسم الرياض ده الدخل بيعملوا ايه، بيستثمروا حاجتهم ازاي، اتفقوا مع نادي عظيم في المملكة العربية السعودية اسمه نادي الهلال، انه من يناير الجاي او بعد كده بشوية هيكون ده الملعب الرسمي بتاع نادي الهلال، وهيبقى اسمه كينجدوم أرينا. كينجدوم أرينا، المملكة أرينا، والمملكة ده اسم مشترك لأشياء كثيرة يعني مملوكة ومعروفة باسم سمو الأمير الوليد بن طلال. أجروا الملعب ده ب40 مليون ريال، أهو اللي انتوا شايفينه ده، 25 مليون ريال منهم دفعهم سمو الأمير الوليد بن طلال. فهذا الإنجاز العظيم هتشوفوا دلوقتي سيادة المستشار تركي الشيخ وهو بيقوم مش التفاوض، لأن التفاوض كان خلص، بالإعلان عن أنه نادي الهلال السعودي هيكون عنده هذا الملعب العظيم، وحيتم استخدامه في حاجات أخرى كثيرة هنعرفها بعد كده. خلينا نسمع الاتفاق تم إزاي وإيه الحكاية وإيه الموضوع. ها محيط الرعب إن شاء الله من جديد إن شاء الله راجع. اتفقنا مع فهد، المفروض انه الان بس يخلص شغله مع الرابطه، عندهم اشتراطات. ايش الاشتراطات؟ ان شاء الله الملعب ذا بيكون يلبي اشتراطات الرابطه والاتحاد الاسيوي والاتحاد الدولي باذن الله. ما عندنا مانع، وصلنا لاتفاق مع فهد، تقريبا 40 مليون في السنه مع فتره سماح اول 6 شهور. نشكر الامير الوليد بن طلال، ساهم بمبلغ اعتقد 25 مليون. نعم. عشان تسمية الهول كيندم أرينا المملكة. شكرا معاليك، يلا مبروك، ونبعث في بطولات ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. يلا عاد محيط الرعب. عاد يلا الدخان الابيض طلعت. يلا بالتوفيق. يلا احنا نتشرف فيكم، و اضافه للموسم وإضافة لمنطقة الانترتينمنت اللي بوليفارد، إنه يكون فيه 26,000 في كل مباراة، وحوالي 350 اللونج حق الفي اي بي، وحوالي 20 بوكس. المفروض البوكسات هذه ما تأجرونها بأقل من 2 مليون سيزن تيكتس. إيه. وإحنا باتفاقنا مع فهد إنه في أوقات الفراغ بنستغله في أشياء معارض وأشياء ترفيهية. والشعور لو سحبناه وعطيناه موضي. لا إن شاء الله إحنا بنجدول أنفسنا عليه. نعم. يعني بما لا يضر. أهم شيء إنكم الآن تخلصون الاتفاقات التقنية. نعم. إحنا اتفقنا لأنهم طلبوا مننا الآن طلبات عشان السقف يتحرك، الأرضية تطلع، المدرجات، الشاشات، 3 سطور شاشات، بيصير من أحدث الأماكن اللي الصروح الرياضية إن شاء الله. فهذه حنسلمها لهم في يناير ان شاء الله، يعني بعد التوقف ان شاء الله. كاس موسم الرياض ان شاء الله اول مباراه للهلال يكون باذن الله في المكان ان شاء الله باذن الله. ومعكم الين عاد
قررون ترجعون لنا. الله يحفظك. يلا بالتوفيق والله وصيف العام. بإذن الله إن شاء الله. إن شاء الله خير عليك. وأهم شيء الساحة اللي جنبه بعد الشاشة الكبيرة اللي صلحناها مع الوسائل، الساحة اللي جنبه هذه بتشيل آلاف بعد تنقل المباراة. الجمهور يقضي يومه كامل إن شاء الله بين بوليفارد سيتي وبوليفارد وورلد. كل الاكتيفيتيز نفس اليوم، يوم المباراة يكون ممتع لكل الجماهير الحاضرة. ممتاز. وإن شاء الله بعد حتى جمهوركم اللي من البرازيل ومن غيره، يعني نبغى جمهور أجانب وإن شاء الله. بنجهز على طول، خططنا للباكجات. يجي السائح يقضي يومين، يحضر كونسرت، يحضر مباراة، يسكن في فنادق إن شاء الله. إن شاء الله حقق عدد سياحي يليق إن شاء الله. كينغدم هول ها؟ ولا أرينا؟ كينغدم أرينا. أرينا. يلا بالتوفيق. كينغدم أرينا، وزي ما حضراتكم شايفين المملكة أرينا، وإنجاز عظيم. وزي ما قلت لحضراتكم مش بس كرة، هيتم استخدامه في أشياء أخرى عظيمة.